علمتني كيف اتعامل معك واطمع في ثوابك واستغفرك وادعيك واطيعك دوم حبا في جمالك وارضى بما تختار وافعل ما تريد. لبيك يا اقرب من الحبل الوريد يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ما هو شعورك إذا كنت تعيش على وجه الأرض، تذهب إلى العمل، تأكل الطعام وتمشي في الأسواق، والله تعالى من فوق سابع سمائه يحبك؟ هل بإمكانك أن تستشعر أن الذي يحتاج إليه كل الناس سبحانه قد اختارك أنت من بين كثير من عباده فأحبك؟ إنه سبحانه لا يحب جميع الخلق، وأما أنت فأحبك. صدقني، الأمر أعظم من أن تدركه العقول. يقول الله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. لكن أتدرون ما هو العجيب؟ ليس العجب عندما قال تعالى يحبونه، لكن عندما قال سبحانه يحبهم. يحبه ربي، يحبهم، هو الذي خلقهم ورزقهم وإلى الآن يحميهم ويعطيهم، ثم في النهاية هو الذي يحبهم. يا من إذا قلت يا مولاي لباني، يا واحدا ما له في ملكه ثاني، أعصي وتسترني، أنسى وتذكرني، فكيف أنساك يا من لست تنساني. كيف تتعامل مع الله إذا أحبك؟ نعم، إنه سبحانه يحب عباده المؤمنين، وهم أيضا يحبونه، بل لا يوجد شيء في قلوبهم أحب إليهم منه، وأكثر ما يشتاقون إليه هو لقاؤه سبحانه. يقول ابن القيم: ليس العجب من عبد يتقرب إلى سيده ويحسن إليه، هذا هو الأصل، لكن العجب، كل العجب، من سيد الملك كيف أنه يحسن إلى عبد من عبيده، ويتودد إليه بأنواع من العطايا، ويتحبب إليه بأنواع من الهدايا، والعبد ربما يكون معرضا عنه. ولله المثل الأعلى، ربنا سبحانه يحسن إلى عبيده والعبيد معرضون عنه. فإذا أحب الملك أحد عباده فهذا والله هو الفوز المبين. طيب، كيف أعرف أن الله أحبني أم لا؟ سهلة، إذا كنت تفعل الطاعات وتترك المحرمات ربي يحبك. طبعا ربي يحبك، لماذا لا يحبك؟ سيحبك طبعا. وأيضا توجد علامة على محبة الله لك، وهي أن يحبك الناس. فإن قال قائل: هل يحبني كل الناس؟ الجواب: لا، محبة كل الناس ما نالها أحد، ولا حتى الرسل والأنبياء. أهل الخير إذا أحبوك فهذا دليل على أن الله يحبك، أما محبة أهل المعصية فلا وزن لها، ولكن أهل الصلاح، أهل المساجد إذا أحبوك فهذا فيه إشارة إلى أن الله يحبك، وأن جميع أهل السماء من الملائكة وحملة العرش يحبونك أيضا، لأن الله إذا أحب أحدا أمر سيد الملائكة جبريل عليه السلام أن يحبه، وأمرت الملائكة بأن تحبه، ثم يوضع له القبول في الأرض. يعني يحبك الناس؟ نعم يحبك الناس. نسأل واحد منهم: لماذا تحبون فلان؟ يقول: والله ما ندري، لكن أول ما رأيناه أحببناه. تريد المزيد؟ المزيد؟ بل حتى الجمادات ستحبك. نعم، قال صلى الله عليه وآله وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. الآن نريد إجابة السؤال: كيف تتعامل مع الله إذا أحبك؟ يا الله يا الله. أي والله، كيف تتعامل مع الله إذا أحبك؟ أولا، إذا أحبك الله فأحببه كما أنه أحبك، هذا أول شيء. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ نعم، إن الله تعالى يحب الذي يحبه، بل كلما كانت محبة العبد لربه أقوى كانت محبة الله لهذا العبد أكمل وأتم، فلا أحد أحب إلى الله من الذي يحب ربه. فإذا أحبك الله فمما تخاف؟ لن يعذبك ولن يعاقبك لأنه يحبك، فكيف لا نحبه سبحانه؟
والله أقسم بالله الذي لا إله إلا هو، لا يمكن لأحد أن يتعرف على صفات الله وعلى أفعاله ثم لا يحبه، ما يستطيع، لا بد أن يحبه. وأنا متأكد أنه لا يخلو مؤمن من حب الله تعالى، إلا أن قوة الحب تتفاوت من شخص إلى آخر. أما نهاية المحبة فلا توجد نهاية لمحبة العبد لربه، كما أنه لا توجد نهاية لجمال الله تعالى. والقلوب مفطور على حب الجمال، وربنا الذي نعبده جميل، بل أجمل شيء في هذا الكون هو الله، ولا يوجد شيء أجمل منه. ولهذا سمى الله نفسه الجميل، وهو فعلا جميل يحب الجمال. ثانيا، من فقه تعاملك مع الله إذا أحبك أن تكثر من طلباتك له، أطلب أطلب أطلب، وأكثر من السؤال وأكثر من الدعاء، فإنه يحب ذلك منك، يحب كثرة السؤال عكس البشر تماما. ولأن الله تعالى يقول عمن أحبه: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أي والله لو أزعجك أي إنسان فاستعذ بالله منه ولن يستطيع أن يضرك. أما إذا حاول أحد أن يعاديك فهذا الشخص أصلا مصيره الدمار. يقول الله تعالى في الحديث القدسي: ومن عادى لي وليا فقد آذنته بحرب. يحارب إله؟ من يحارب إله؟ ثالثا، من التعامل مع الله إذا أحبك، إذا أحبك الله حاول أن تحافظ على هذه المحبة، حاول أن تحافظ عليها لكي لا تذهب منك. فكونك تصل إلى درجة يحبك الله هذه مرحلة، ثم أن تستمر محبة الله لك هذه مرحلة أخرى. فإذا أحبك الله حافظ على هذه المحبة، لأن فقدها شديد على الإنسان، بل أشد عذاب على النفس أن تخلو من محبة الله. لأن محبة الله بالنسبة للإنسان كالروح للجسد، بل هي أهم من الروح. والله الجسد إذا فارقته الروح فإن أقصى شيء يمكن أن يحدث له أن يموت. أما من فقد محبة الله فسيتعذب نفسيا في الحياة الدنيا، ما دامت محبة الله بعيدة عنه سيتألم. لماذا؟ لأنه من المعلوم أن أشد عذاب على المحبوب هو أن يفارق حبيبه. وغالبا غالبا المحب إذا فقد محبوبه فإنه يبحث عن حبيب آخر مثل حبيبه الذي فقده أو خيرا منه، لكي يخفف عن نفسه ألم الفقد. لكن ما الحيلة إذا كان المحبوب هو والله سبحانه؟ لا مثيل له ولا نظير له، قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لن تجد له بديلا ولن تجد عنه تعويضا. فإذا فقدته النفس في الدنيا فإنها ستتعذب نفسيا بأنواع العذاب إلى أن يحبها الله مرة أخرى. قال تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. لهذا لاحظ كيف أن الذي كان على طاعة ثم انتكس يحس بوحشة في صدره لن تذهب عنه حتى يرجع إلى الله. وكما أن أشد عذاب على النفس أن تفارق الله في الدنيا، فكذلك أشد عذاب يوم القيامة يكون على العبد، أشد عذاب أن يفارق الله تعالى فلا يراه يوم القيامة. قال تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم. لاحظ عذاب الحجب عن الله أشد من عذاب الجحيم كله، كما أن نعيم رؤية الله تعالى يوم القيامة أعظم من نعيم الجنة كلها، لأنك سترى أجمل شيء في هذا الكون الله. ألم أقول لكم أن أشد عذاب على المحبوب أن يفارق حبيبه؟ يا سعادة من حافظ على محبة الله، تنقضي الدنيا وتفنى والفتى فيها معنى، ليس في الدنيا نعيم لا ولا عيش مهنى، يا غنيا بالدنانير محب الله أغنى. طيب كيف أحافظ على محبة الله؟ الجواب: احفظ هذه القاعدة، احفظها: إذا أردت أن تدوم لك محبة الله فاتبع حبيب الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي يدعي محبة الله ولا يطيع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا مستحيل أن يكون صادق. يقول الله تعالى في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أحلى حب في الوجود هو حب الله. حب المال له طعم، حب الأم له طعم آخر، حتى الأولاد حبهم له طعمه الخاص، إلا أن طعم محبة الله يفوق أي حب آخر ويفوق أي طعم آخر. والله لا يوجد شيء ألذ ولا أجمل في صدر الإنسان من تذوق طعم محبة الله. يقول الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. حب تحبه وتشتاق إليه، وهذا الشعور، شعور المحبة، محبة الله، العجيب فيه أن تأثيره سريع على قلبك.
مجرد أن تتذكر قدر الله في قلبك، كيف أنك لا تحب أحدا أكثر منه وأنك تفديه بمالك وولدك ونفسك، بمجرد أن تركز في هذا ستجد القلب استجاب بسرعة بسرعة، وسيحس القلب بإحساس معين، إحساس جميل يحسه كل من استحضر محبة الله تعالى. ما هو هذا الإحساس؟ إنه نوع مميز من أنواع السعادة، لكن ما هو ما اسمه؟ صراحة لا أعرف له اسما، لا أعرف ماذا أسميه، لكن الذي يشاهدني الآن وقد ذاق هذا الإحساس يعرف الآن عن ماذا أتكلم أنا الآن. إنه نوع راقي من أنواع المشاعر، والله إني لأتمنى أن تذوقه، إي والله، والله أحب لكل إنسان يذوقه، وأن يكون لك أنت أخي الكريم وأنت أيضا أختي الكريمة أن يكون لكم من هذا الشعور أوفر الحظ والنصيب، والله أتمنى لكم ذلك من كل قلبي. أرجو أن يذيقنا الله تعالى هذا الشعور في الدنيا وفي الآخرة، وأن يجمعنا على محبته، وأن يرينا وجهه الكريم ونتلذذ برؤيته سبحانه يوم القيامة، ونلتقي إن شاء الله مع تعامل آخر في حلقة قادمة بإذن الله تعالى. يا الله يا الله، علمتني كيف أتعامل معك واطمع في ثوابك واستغفرك وادعيك واطيعك دوم حبا في جمالك، وارضى بما تختار وافعل ما تريد.